بقيت عندي لقطة تقع تحت العنوان الثالث. العنوان الثالث كما قلت لكم من عاشوراء في السنة 61 للهجرة إلى يوم الخلاص، إلى يوم ظهور إمام زماننا. عرضت ما عرضت بين أيديكم، وسأعرض اللقطة الأخيرة كي أنتقل بعد ذلك إلى العنوان القادم. الكتاب الذي بين يدي هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، الباب 40 الحديث الثاني، والذي يشتمل على دعاء إمامنا الصادق في سجوده لزوار الحسين. صفحة 125 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، وكما قلت لكم إنه الحديث الثاني بسنده عن معاوية بن وهب. قال: استأذنت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه، في المكان الذي يصلي فيه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، المطبوع هنا تهوي إلينا، وإنما شاعت هذه القراءة وفقا لقراءة المصحف، أما في قراءة أهل البيت تهوى، في المصحف نقرأ تهوي لأنهم أمرونا أن نقرأ كما يقرأه الناس، لكننا هنا لا نقرأ في المصحف، نقرأ في حديث لإمامنا الصادق، لأن تهوي لا علاقة لها بالمعنى الذي يقصده القرآن وبالمعنى الذي يقصده الإمام هنا. وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، حتى لو لم يكن زوار الحسين جميعهم هكذا، فإن الإمام في هذا الدعاء يرسم لهم برنامجا، أن تكون
نيتهم هكذا، أن يكون مضمون وجدانهم بهذا التوجه وبهذه العقيدة وبهذا الفهم وهذه المعرفة. أئمتنا يوجهوننا تارة عبر أفعالهم وهم صامتون، وتارة عبر أقوالهم بشكل مباشر، وأخرى عبر الأدعية، وأخرى عبر الزيارات، وهكذا تتعدد أساليب توجيههم إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك. الإمام يرسم لنا برنامجا متكاملا هو جزء من حركة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا عمل داخل الحاضنة الحسينية. العنوان الذي بين أيدينا من عاشوراء في السنة 61 للهجرة إلى يوم الخلاص، إنها حركة التمهيد باتجاه المشروع المهدوي الأعظم. هذه لقطات وصور، هذه ملامح حركة التمهيد في أجواء الحاضنة الحسينية. أرادوا بذلك رضاك، يخاطب الله سبحانه وتعالى، فكافئهم عنا، عن محمد وآل محمد، فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم، واكلأهم، احفظهم وارعاهم، وواصل فيضك إليهم، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. والإمام يتحدث عن غربة تتناسب مع السفر في زمان هذا الدعاء، حيث كان السفر متعبا في بعض كلماتهم الشريفة. الأئمة يتحدثون عن متاعب السفر ووعثائه في أيامهم، فيقولون من أن السفر قطعة من الجحيم. الإمام يتحدث عن هذا المضمون من سفر شاق ومتعب، وفي بعض الأحيان تلفه المخاطر، مخاطر الطبيعة، مخاطر الطريق، ومخاطر الحكومات. وأعطهم
أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. قطعا لكل زمان متاعبه ومشاكله ومآزقه. ويستمر إمامنا يدعو بهذه الكلمات وهو في حالة سجود. هذه الكلمات يرددها إمامنا الصادق وهو في حالة سجود. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. هذا المنطق هو منطق العقيدة، ليس في زيارة الحسين فقط، وإنما في كل جزء من أجزاء العقيدة. فحينما نتحدث عن الرجعة مثلا، عن عقيدة الرجعة، هذه العقيدة الأساس والعقيدة الأصل التي من دونها ستخرق وتنخرق منظومتنا العقائدية وتذهب هباء. أعداء محمد وآل محمد يعيبون على أولياء محمد وآل محمد عقيدتهم في الرجعة، فهل نتراجع عن عقيدتنا لأن نواصب السقيفة يسخرون من عقيدتنا؟ اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. فارحم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في طريقها إلى الحسين، وفي كل طريق فيه خدمة لحسين وآل حسين، فيه خدمة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. هذه أمانة يستأمنها إمامنا الصادق عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. معاوية ابن وهب يقول: فما زال يدعو إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو ساجد، فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء. فلما انصرف، لما أكمل سجوده ودعاءه، قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي
سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، كان ذاهبا إلى الحج. معاوية ابن وهب يقول للإمام الصادق: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. قلت لكم أئمتنا يوجهوننا في بعض الأحيان عبر أفعالهم، عبر أدعيتهم. الإمام ساجد يردد هذه الكلمات، فغير فكرة معاوية ابن وهب: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك من، ما أنت عراقي تعيش في العراق وأنت من أهل الكوفة، هو قريب من الحسين. فقال لي: ما أقربك من، فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أرى أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. إمامنا الصادق دعا لزوار الحسين، إمام معصوم يدعو له وسيستجاب هذا الدعاء، ووجه شخصية من الشخصيات الشيعية في الاتجاه الصحيح، إنه معاوية ابن وهب، ووضع لنا برنامجا مرسوما في هذا الدعاء الشريف، حيث وصل إلينا عبر كامل الزيارات، عبر كتب الحديث، إنها خارطة وبرنامج للخدمة الحسينية ولخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لقطة في سياق ما حدثتكم به فيما يرتبط بالتمهيد للعصر القائمي الأول عبر حركة التمهيد وفقا لمرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل، وعبر تحقيق الهدف القريب من أهداف مشروع عاشوراء العملاق، وانتقالا إلى الهدف الوسيط، ووصولا إلى الهدف البعيد العميق. نذهب إلى فاصل.